الشكوى إلى المحاكم الدولية بشأن التحرش العدائي بالمدنيين الآمنين خلال رحلة على متن طائرة مدنية هي أضعف الإيمان. هذا كان موقف وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي صنف في حديثه إلى الميادين ما حدث بأنه مخالف للقوانين واعتداء سافر. بعتقد هذا أقل الإيمان، أنه نحن نتقدم بشكوى ضمن المحاكم الدولية والمحلية التي تعنى بهذا الاعتداء والجرم المرتكب مع هذه الغطرسة والتعدي على كل الحقوق للآمنين المدنيين اللي كانوا على متن الطائرة. إلى جانب الأطفال الذين كان لهم النصيب الأكبر من الإصابات والذعر والرعب، يرقد أحمد صفي الدين في غرفة العناية المشددة بعد عملية جراحية دقيقة بسبب تعرضه لإصابة بالغة في ظهره من جراء الاعتداء. بعد المعاينة لقينا أنه في عنده جلطات دماغية وفي عنده كسر بالعمود الفقري بالفقرة الخامسة والسادسة، وهيدا عادة بيكون بسبب ضربة على الرأس وانحناء للأمام، احتمال بسبب الحركة السريعة على الطائرة تسبب بكسر بالفقرات. رأينا الموت بأعيننا، هكذا وصف مصور هذه المشاهد مشاعره أثناء الاعتداء على طائرة مهان. الطائرتان الحربيتان اقتربتا كثيرا من الطائرة المدنية، فنفذ قبطان الطائرة هبوطا مفاجئا وسريعا لتفادي أي اصطدام. وفي هذه الأثناء سادت حالة من الهلع والخوف صفوف الركاب، رأينا الموت بأعيننا. اللبنانيون المتضررون يترقبون الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية بانتظار أن يشمل اتخاذ إجراءات واضحة ضد الدولة المعتدية كما يطالبون. فاطمة قاسم من داخل مستشفى الرسول الأعظم الميادين.